مدينة الرستان. هذه هي مدينة الرستان، مدينة الرستان المنكوبة التي قدمت وضحت منذ بدايات الثورة، قدمت الكثير وضحت بالكثير من أبناء هذه المدينة. مدينة الرستان يبلغ تعداد سكانها أكثر من 75,000 نسمة. تعتبر مدينة الرستان من المدن الزراعية المشهورة المتواجدة في المنطقة الوسطى بين مدينتي حماة وحمص، وهي تابعة إداريا لمحافظة حمص. تشتهر مدينة الرستان أيضا بمنظرها الخلاب وتواجد بحيرة باسم بحيرة الرستان. طبعا أغلب هذا البناء الذي يتم تصويره الآن هو مدمر من قبل عصابة الأسد، من قبل كتيبة الهندسة التي تقوم يوميا بقصف هذه المدينة وبشكل مستمر. تم تحرير المدينة بتاريخ 5/2/2012 بعد الحملة الثانية التي قامت على مدينة الرستان بتاريخ 29/9/2011، وهي أول مدينة قام أبطال الجيش السوري الحر بتحريرها في سوريا، ومن أقدم تشكيلات العسكرية الحرة من أبطال الجيش السوري الحر هي في مدينة الرستان. فسنقوم بجولة على حي من أحياء مدينة الرستان من الجهة الشمالية المتاخمة لكتيبة الهندسة التي تقوم بقصف وبشكل يومي على المدينة. طبعا نحن في منطقة أثرية تسمى براس التل، كما نرى بناء قديم جدا يحاول الأهالي قدر الإمكان الحفاظ عليه، ولكن النظام يقوم بالتدمير بشكل دائم. طبعا هنا تواجد لأقدم الحضارات. طبعا هنا يوجد قبر مار مارون من الطائفة المسيحية قبل الإسلام، كما نرى أثر الدمار. بيوت مهجورة بالكامل، منطقة لا يوجد فيها أي شيء من أنواع الحياة. أثر الدمار كما نرى على بيوت المدنيين. هذا هو جسر مدينة الرستان المقطوع، تم قطعه من قبل النظام السوري. طبعا لا يمكن التقدم اكثر من ذلك بسبب تواجد عناصر كتيبة الهندسة باختلالهم لهذا الطريق. كما نرى البناء المدمر. Thank you.
حيوانات تخاف من أي حركة، حيوانات شاردة. سأحاول الاقتراب أكثر من كتيبة الهندسة. هذه الطريقة الوحيدة للوصول إلى نقطة التماس، ولو عن طريق طلاقات. دمار كبير يعم المكان كما نرى، بيوت بالكامل مهجورة. طبعا هذا حل مدينة الرسن يوميا كما ذكرت، وجود بناء قديم جدا وأثري في هذا المكان، وقد تم تدميره من قبل كتيبة الهندسة. كما نرى آثار الدمار. إطلاق النار هذا متواصل وبشكل دائم. سنحاول الوصول إلى أقرب نقطة كتيبة الهندسة. بيوت مهجورة بالكامل، دمار. كما يرى أثار الدمار على المدينة. طبعا هذه أول مرة نصل إلى هذا المكان، نتوقع أن نكون نحن أول الأشخاص الذين وصلوا إلى أقرب نقطة تماس هذا هو التنين أو العنفات التي تقوم بنخ المياه عن طريق نهر العاصي وبحيرة مدينة الرستان. تذهب هذه المياه طبعا إلى مدينة حماة. هذا هو سد الرستان، محتل أيضا من قبل عصابة أسد. هذا هو المشفى المحتل،
المشفى الوطني في مدينة الرأس كان محتل من قبل عصابة الأسد. الطريق الدولي أيضا مقطوع الواصل بين شمال سوريا وجنوبها. نلقي نظرة على الكتيبة التي تقوم بقصف مدينة الرستان، كتيبة الهندسة من الجهة الشرقية أي شرق مدينة الرستان من الجهة الشمالية. طبعا آليات متواجدة كما نرى سيارات الشبيحة وعناصر الأمن. هذه إحدى السيارات. الذكر أيضا أن مع اقتراب الضربة الأمريكية للمواقع العسكرية لقوات الأسد، قامت كتيبة الهندسة بعملية استنفار وهبوط طائرتين هليكوبتر في الجهة الخلفية لكتيبة الهندسة. طبعا هذه إحدى الآليات كما نرى هلا تقوم بقصف المدينة بشكل دائم، وهذه آلية أخرى كما نرى. أحد العناصر في كتيبة الهندسة كما نرى أيضا تواجد. كما يظهر علينا هذه كتيبة الهندسة. توجد خيام بعناصر الأسد والآليات العسكرية كما نرى هنا. طبعا منذ قرار الذي أصدره أوباما بقيام بالضربة العسكرية تواجد هذه الآليات مباشرة، لم تكن هنا في هذا المكان. أيضا هذه الآلية، هذه آلية رصد أوسا للطيران كما نرى متواجدة. طبعا هذه الآليات لتوزيعها لم تكن سابقا. طبعا هنا بعض منها قواعد صاروخية.
نلقي نظرة أقرب إلى كثيرة من الجهة الشرقية، كان نرى الآليات بشكل أوضح. طبعا كما ذكرت هذا هو جسر مدينة الرستان المقطوع، هذه إحدى الآليات التي تقوم بقصف المدينة. طبعا هذه الآلية تقوم، آلية القتل والتدمير، تقوم بقصف المدينة، قتل الأبرياء والأطفال من المدنيين. لم نكن نتوقع يوما أن تكون هذه المنطقة العسكرية هي آلة قتل لقتل أهل المنطقة. كما نرى هذه الآلية الأخرى مع تواجد الخيام لعناصر الأسد، أيضا هذه الخيام والآلية. أحد الدبابات متواجدة، هذا هو جسر مدينة الرستان ونهر العاصي الذي يجري من تحت الجسر. طبعا مدينة الرستان من أجمل المدن السورية، خصوصا في المنطقة الوسطى. كما نرى هذه منطقة فعليا يجب أن تكون سياحية، ولكن النظام لم يجعل لهذه المنطقة منطقة مدينة الرستان التي تشتهر بالزراعة والسياحة ووجود منتجع فعليا أن تزدهر في زمن يحكمه آل الأسد. هذا هو حالنا، القصف اليومي، الدمار، الخراب. لنعود ولو للحظة، كنت ذكرنا الوضع السياحي في المدينة. هذه هي إحدى مدن الألعاب التي لم تحرك ساكنا منذ سنتين، منذ قيام الثورة، منذ سنتين وأكثر. منظر جمال لهذه المدينة لا يوصف، وتقطيع أوصال الحياة وحصار لمدينة الرستان. كانت تعج هذه المنطقة بالحياة، تعج بالناس، صوت الأطفال وصوت ألعابهم. أيضا لا ننسى الفلاحين الذين قد حرقت مزروعاتهم، كما نرى هذه المزروعات القسم الكبير منها محروق. وعدم وصول أهالي هذه المنطقة إلى مزارعهم خوفا من القتل والقنص والاعتقال. كل هذا المكان محتل من قبل عصابات الأسد.
طبعا يذكر أيضا هذا المكان المطل على مدينة المطل على الكتيبة كتيبة هندسة. أيضا هذه البيوت خالية تماما من السكان، لا يوجد فيها أي إنسان، كونها تعرض للقصف والتدمير، فاضطر أهالي هذه المنطقة المحاذية للكتيبة كتيبة الهندسة من الهروب والتوجه إلى خارج مدينة الرستان والهجرة والنزول. الله أكبر الله أكبر. طبعا هذا المسجد محتل من قبل عناصر الأسد، هذه إحدى الدشن التي تقوم عناصر الأسد باحتلالها، احتلت هذه المنازل القريبة من الكتيبة كما نرى عناصر متواجدين في هذه المنطقة. أحد العناصر يقوم بالتجوال، وهذه إحدى الدشان. أكثر من عدة أبنية محتلة قريبة لمدخل المدينة من الجهة الشمالية تم احتلاله من قبل عناصر الأسد، كما نرى هذا البناء أيضا وجود دشم عسكرية. طبعا تم التصوير الآن في عز الظهيرة، هناك طبعا عدة حواجز قد قام الجيش الحر بتدميرها. ومنها حاجز الأملاس، هذا هو حاجز الأملاس حاليا مسيطر عليه من قبل عناصر الجيش الحر. كما ذكرت آنفا آليات قد وزعت من جديد في كتيبة الهندسة، قواعد صاروخية محمولة تحسبا للضربة الأمريكية، موجود طبعا هذه المدافع المتوجهة أيضا على مدينة الرستان. كان شرحا وافيا لهذه الكتيبة قبل الضربة الأمريكية، وربما تكون كتيبة الهندسة إحدى المواقع التي يقوم التحالف بقصفها. نعود مجددا لنرى الدمار الذي شمل هذه
البيوت وما حصلها من خراب ودمار. طبعا كما نرى بيوت قديمة قديمة جدا قدم الزمن، قد طالها القصف وهجر أهاليها خوفا من الموت. مدينة الرسن تعرضت لأكبر عملية قصف على مستوى سوريا، آلاف القذائف والصواريخ والبراميل والطيران الذي يحوم بشكل دائم فوق سماء المدينة. بيوت خناطر أثرية كما نرى، هذه إحدى علاماتنا أيضا نستطيع الاقتراب منها ولو بشكل بسيط، لا نستطيع الاقتراب أكثر من ذلك. ستتجاوز التواجد المناظير لكتيبة الهندسة من هذا المكان. كل شيء يتحرك من الجهة الشمالية لمدينة الرستان. بيوت خاوية على عروشها، بيوت أثرية، بيوت مدينة من أقدم مدن مدينة الرستان، مدينة تمتلك إرث حضاري قدمه بشار أسد وعصابته. هذا حال مدينتنا. هذا حال الشوارع التي سكتت، لم يعد بها شيء لتنبض بالحياة. الكل بانتظار ما سيكون من نتائج وردة فعل من الضربة الأمريكية على المواقع السورية، وربما تكون كتيبة الهندسة إحداها أو كتيبة المشرق التي تقوم بقصف مدينة الرستان وبشكل يومي. كما بدأنا ننهي. ننهي من أعلى قمة في مدينة الرستان من راس التل، ومنظر من الأعلى لمدينة الرستان المدمرة المنكوبة المحاصرة. ينقصها كل شيء من غذاء وحليب أطفال ودواء ومادة الخبز. بكل صراحة لا توجد. مدينة الرستان تعاني من نقص كبير في مادة الطحين مع هذا الخراب والدمار الذي